والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار إليك. شكرا سحر ناجي وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. افتتح وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ ياسمين فؤاد محطة جديدة للطاقة الشمسية في مطار القاهرة الدولي. يأتي الافتتاح لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي كذلك لأثار التغيرات المناخية. وقد تم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، وذلك تزامنا مع احتفالات وزارة الطيران المدني بعيدها 93 والذي جاء تحت شعار رؤية جديدة لتاريخ عريق. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نظير الأردني صالح الخرابشة الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز. كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين. وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الكويرة الصناعية في العقبة الأردنية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن الإمدادات بما في ذلك اجتماع أوبك بلس وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.51% لتسجل 87.42 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.75% لتسجل 81.55 دولار للبرميل الواحد. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 94% لتسجل 3.43 دولارات للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6% لتسجل 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في البورصات الخليجية تراجعت سوق الأسهم في أبو ظبي متأثرة بضعف أرباح شركات ذات الثقل، وهبط مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7% ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر الماضي. هبط المؤشر القطري ب0.5% منهيا سلسلة مكاسب استمرت لخمسة أيام مع تراجع معظم شركات المؤشر، وقد ارتفع فيها المؤشر السعودي هو الآخر بنسبة 0.1% مدعوما بمكاسب في أسهم شركات قطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام. هذا وسجل المؤشر الرئيسي في دبي ارتفاعا طفيفا في هذا الأسبوع. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها أخبار من أخبار مع سحر ودينا. شكرا لك مصطفى.